النهارده الحلو كان ايه، قطايف ولا كنافه؟ انا النهارده مراتي حنت عليا بعيش سرايا وجميل وخفيف حلو جدا زي بتاع زمان. في دلوقتي بيعملوا عيش سرايا بقى تقيل كده. عيش سرايا ده كان حاجه حلوه جدا عندنا في رمضان، يعني هو في غير رمضان هو موجود، لكن هو في رمضان ليه طقس جميل جدا. وبعدين ايه بقى، نقعد ناكل منه من بعد الفطار لغايه يمكن بعد السحور واحنا عيال صغيره. لازم الصينيه دي تخلص، يعني اذا خلصت قبل السحور هي حره، خلصت بعد السحور هي حره، بس لازم تخلص لان دوت حاجه معموره ما حدش يعملها في البيت. يعني مثلا قطايف نعملها في البيت، الكنافه نعملها في البيت، حتى لقمه القاضي الزلابيه طبعا تتعمل في البيت. انما بلح الشام صعب يتعمل في البيت، لازم تبقى ست شاطره قوي. انما العيش سرايا ما شفتش حد بيعمله في البيت خالص، بتاع كده تنزل كده الخرطه، تنزل هنا تقعد كده تستقر 3 4 ايام ومعاها القشطه الحلوه دي. بس دلوقتي بيحطوا عليها قشطه صناعي كده ما اعرفش اسمها ايه، بس لطيف. كل سنه وانتم طيبين. بندعبس اقول لكم على حبيب اخر. شوف لما تبقى الدنيا تودي واحد للي قلبه بيدار عليه، تعرف واحد بشكل ده؟ احنا عشان قرينا بنعرف، فنعرف اكتر منك شويه، معلش ما تسأليش، عشان بس قرينا، مش ده لا ذكاء ولا اي حاجه خالص. هي الحكايه انه قرينا فخدتنا القرايه وروحنا مع شخصيات كتير. والله ساعات الواحد يحس ان هو بيشوفهم لما يكون الكاتب كاتب القصة بشكل يعني دقيق ومؤثر. بتبص لنفسك شفت الشخصية. يعني الحبيب بتاع الليلة دي الذي رأى الحبيب بيقول لك ايه، الكتب تقول لك ايه، فانكب عليه مش فاحتضنه مش فلمسه، فلما رأى العلامة انكب عليه. عارف ليه انكب عليه؟ لأنه بقاله أكتر من يمكن 20 أو 25 سنة بيدور عليه، بيدور عليه في الديانة الزرادشتية، لأنه من فارس ملقاهوش، وبعدين بقى مسيحي ملقاهوش. لكنه قبل ما يموت الراجل المسيحي الخامس اللي عاش معاه قال له انت بتدور هنا ليه يا عم الحاج؟ روح هناك، الدين اللي انت عايزه ده هيجي تحت عند حرتين ونخل كتير. فتصور بقى بعد الرحله دي اللي قاعد 6 سنوات من راجل ابوه زي ما تقول ايه المحافظ، زمان ما كانش المحافظ، كان يبقى كل في كل في حته اسمها جي في بلاد فارس، اصفهان، اصبهان، دي دول يعني مدن موجوده لغايه دلوقتي. مين راجلنا الليله دي؟ سلمان الفارسي. خلاص نخش كده على طول. انا ممكن بقى نعمل حلقه دي 3، يعني ممكن اعملها 3 حلقات، لان ممكن اقعد اتكلم عن هذا الرجل مثلا اكتر من ساعه ويبقى قليل جدا، ما بقولش حاجه لسه. لكن انا بحب ان انا اختصر والم الحكايه، وبعدين انتوا بقى اللي المغرم والحبيب يعيش مع الشخصية. سلمان الفارسي ابوه يا سيدي في البلد ديت هو كل في الكل، ما عندوش غيره، بيحبه قوي، فعمل زي ناس كتير كانت تعمل زمان، يقولك ما تخرجوش تختلط بالعامة، خليه قاعد في القصر بتاعه ملك كده. لكن شاء القدر في يوم ان ابوه مش قادر يخرج يشوف المزرعه بتاعته، فقال له انا يابا كبر بقى اخرج ابص. هو مولود يمكن 58، يعني قبل البعثه بحوالي حاجه و30 سنه قبل التاريخ الهجري يعني. فالمهم خرج اليوم ده، هو ما يعرفش حاجه. على فكرة الخروج ده برضه خرج فيه ناس كتير قوي قبل كده في الديانات السابقة، وبقوا ليهم شنة ورنة، وده ليه شنة ورنة كبيرة قوي. خرج
رايح الضيعة بتاعت ابوه يبص على اللي هو كلفه بيه يشوفه، وهو ماشي لقى مكان كده وناس بتقول تراتيل وحاجات غريبة. فوقف سمع بسط، هو بيعبد ايه؟ بيعبد مش النار. خلي بالك الكلام عن ان الفرس بيعبدوا النار وبتاع، هي النار برضو وسيلة، قصة كبيرة قوي، لكن هم عندهم النار تولع وهو بيعبد العبادة دي بتاعت الزرادشتين الفرس، يعني اللي بنسميهم احنا عندنا المجوس. هو دي عبادته ودي ديانته ومخلص ليها جدا. كنت شايف الجماعة دول بيعملوا حاجة لطيفة جدا، تراتيل حلوة قوي، بيقولوا كلام حلو، وهو متعلم لغات فعارف اللغة بتاعتهم. تتسمر مكانه لغاية لما الشمس غربت، وقال للناس انا عايز دي انا بتاعتكم دي. فقال طيب بشوف بقى، تعالى ونعلمها لك وكده. وبعدين رجع لقى ابوه قلب الدنيا، ابوه بقى العمدة. كنت فين يا ولد؟ ما روحتش الضيعة ولا عملت حاجة؟ قال له يا ابي انا روحت شفت كذا ولقيت كذا، والناس عندهم دي انا حلوة قوي، وبيعبدوا بطريقة لطيفة جدا، وعندهم كتاب كده اللي هو الانجيل، ومع طبعا مع التوراة، العهد القديم والعهد الجديد، وبيقولوا ترانيم حلوة جدا، وبيصلوا صلاة جميلة جدا. فقال له اسمع يا ابني، احنا ديانتنا خير، واللي انت فيه ده خير، ودي مش ديانة مش خير، ومالكش دعوة بيهم. قال له لا انا لازم ابقى مع الناس دول. قال له طب كده، طب اقعد بقى. راح حبسه وحط في رجليه الحديد عشان ما يخرجش من بيته. هو بعت لهم قال لهم يا جماعة أنا عايز الديانة بتاعتكم دي أصلها فين؟ قالوا له أصلها في الشام، هو فوق بقى. فقال لهم طب إذا في قافلة جاية لكم وراجع الشام قولوا لي عشان تاخدني معها. فاهتموا بيه، خلي بالك تبشير، اهتموا بيه. فجت قافلة فعلا، وهي ماشية بعت قالوا له في قافلة هتمشي بكرة. فقدر بشكل او باخر ان هو يهرب من الحديد ويطلع في القافله دي ويطلع الشام. اروح فين يا جماعه؟ اتعلم منين؟ قالوا مفيش غير القصه الكبير بتاعنا تروح له. فراح له قصه، مع القصه ما تهمناش في حاجه، المهم ان القصه دي طلع مش تمام وخلصت قصته معاه. وجاه قصه تاني، القصه التاني بقى كان راجل متدين جدا وعظيم جدا، حبه جدا، وفضل بقى هو متدين الديانة المسيحية مبسوط جدا. الراجل بيموت، قال له روح فين لما انت تموت؟ ما هو بيشتغل عنده بيخدمه. قال له روح لفلان في الموصل، وبعدين روح لفلان، ده الراجل بتاع الموصل مات، قال له روح للراجل اللي مش عارف فين، وراح فين؟ تلاتة أربعة قعد سنين. في نفس الوقت ده هو برضو بيتاجر شوية بقر شوية خرفان بتاع، يعني برضو ما بيكتفيش بأن هو ايه قاعد كده على القصة اللي معاه، إنما شاف مجموعة من القساوسة حاجة في منتهى الروعة، فحب الديانة جدا جدا. آخر واحد بقى جه يموت، قال له روح فين بقى؟ قال له هو ما بقاش في حد كتير زينا كده، لكن يا ابني هذا زمان نبي جديد جاي مهم جدا، فأنت تروح في حتة تحت في الجزيرة، في حتة في حتة حارتين، ما قالوش بقى أسماء ولا حاجة، وفي وسطهم نخل، وصف المدينة المنورة. هو هيبقى هتقابله هناك. الراجل ما كتبش خبر، شوف قافلة نازلة، مش هنقول بني إيه لأن ممكن يكون في ناس عايشين منهم، لا قافلة من أي بني العرب. فقال لهم تاخدوني معاكم، تودوني تحت في الحجاز، يعني يروح عند المدينه المنوره، وما يعرفش المدينه وما يعرفش حاجه، بس وصف لهم قال لهم في مكان كذا كذا. قال له طب تعالى معانا، بس هتدفع ايه؟ قال لهم خدوا شويه البقر والخرفان دول، ما عنديش حاجه تانية مقابل ان انا امشي معاكم، لزمان ما كانش في حد يمشي لوحده كده، امشي معاكم توصلوني. قالوا ماشي. ما كدبوش خبر، في اول قافله ماشيه راحوا بايعينه، قلبوه يعني، خدوا منه البقر والبتاع وباعوه، خدوا فيه قرشين واصبح عبد. الراجل ابن الراجل الغني ده بص المشوار بقى مش ازاي، بقى عبد. خدوا واحد يهودي في حته اسمها وادي القرى حاجه زي كده،
قريبه من المدينه. قوم الراجل اليهودي اللي هو من بني قريظة جه واحد قريب اليهودي اللي هو عنده ده واللي هو اشتراه، قال له تبيع لي العبد ده، قال له خده. فإذا بيه يمشي ورا سيده الجديد فيخش يلاقي النخل والجبال السمراء اللي موصوفة ليه. هو بقى بيروي الحكاية بيقول بقى حسيت ان انا ربنا بعتني للمكان اللي انا عايزه، لكنه قعد كتير ما يعرفش حاجه. هو قعد في البستان بتاع الراجل من بني قريظه والنبي في مكه والدعوه والقصه والبتاع والناس روحهم المدينه ورجعوا وما يعرفش حاجه خالص، لغايه ما بتقول لك الكتب بقى عمك سلمان فوق النخله بيشيل حاجه بيعمل حاجه، والراجل صاحبه قاعد تحت. جاله واحد قريبه قال له قاتل الله بني قيلة أو القيلة اللي هي الجدة بتاعة الأوس والخزرج، قاتلهم الله. قال له ليه في إيه؟ قال له ده جايبين واحد من جه النهاردة من مكة وبيقول عليه النبي. عمك سلمان فوق نزل جري مسك في الرجل بتقول إيه؟ نبي إيه؟ جاي منين؟ فما كان إلا الرجل صاحبه راح مديله باللقمية، انت مالك انت من الحاجات دي؟ اطلع من القصص دي. قال له بس انا بحبيت اسمع. الراجل بقى القص اللي فوق نسيت اقول لكم لكن الحمد لله افتكر. قال له طب ايه مواصفاته ده؟ ساله قال له النبي اللي هناك ده هيبقى مواصفاته. قال له شوف يا سيدي، اولا هو لا يقبل الصدقه، لا ياكل من الصدقه ولكن ياكل من الهديه، وبين ضلوعه هنا كده في ختم النبوه موجود هنا. لو لقيت في المواصفات دي يبقى هو ده. المهم عمك سلمان ما كدبش خبر، بالليل جمع شويه بلع وراح يدور فين يا جماعه الراجل اللي جه من المدينه من مكه فين فين فين، لا حد قاعد مع اصحابه كده. فدخل قال قالوا له هو ده. فقال له لقد سمعت انك رجل صالح، ده بمفاجأة النبي عليه الصلاة والسلام، ورأيت أن أعطيك أنت وأصحابك هذا البلح، كنت قد أعددت صدقة. فراح مديهوله، فالنبي خده منه وحطه قدامه وقال لأصحابه كله، ما كلش. التاني قلبه أدي أول علامة ما رضيش ياكل، حط الأكل لأصحابه قال لهم كله، ما مديش إيده ولا بلح. راح عمك سلمان ثلاث اربع ايام يشيل البلح اللي هو نصيبه لغايه ما عمل شويه بلح تانيين، وراح له تاني قال له ايها الرجل الصالح انا شفت كذا، فدول دي بقى مش صدقه دي هديه مني ليك. فتناول النبي البلح وكل منه. عمك سلمان ركبه بتسيب زي ما انا ركبه بتسيب كده. فاضل حاجه، طب يعملها ازاي؟ يعني ازاي يقول للنبي وريني ظهرك؟ هبي يقول لك بقى الكتب. كان في واحد اسمه كلثوم توفى، ده اول من توفى من المهاجرين الى المدينه، الصحابي توفى وسيدنا محمد ماشي في الجنازه وراح قعد على المنطقه اللي بيحفروا فيها عند البقيع، بيحفروا مكان عشان يدفنوا الراجل ده. فراح قعد كده وراه عمال يعمل كده، يعني ده الكتب بتقول كده. النبي لابس بيسموه ايه، ازار او حاجه زي كده زي لبس الاحرام كده، شال كده. هو عايز ايه؟ يشوف بتاع بس مش قادر يقول له وريني. لكن لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ ان الراجل ده بيدور على حاجه، فراح زائق القماشه اللي هو الازار اللي هو لابسه ده كده، فوجد سلمان الختم في ظهر النبي، حاجه كده يعني قد بيضه الحمامه كده في ظهر النبي. فتقول لك الكتب فانكب عليه يقبله، النبي مش شايفه ده في ظهره، انكب على النبي مسكه في كل حته يبوس ويبوس ويبوس، ما صدق خلاص بقى كده خلاص، لا ما بياكل ما بياكلش الصدقه، بياكل الهديه، عنده ختم النبوه. فما التفتش للنبي، قال له تحول تعال لي بقى. فتحول إليه، انت ايه حكايتك؟
فحكى له الحكاية. مين ده بقى سلمان؟ سميه ايه؟ من أنت سلمان؟ يقول أنا سلمان ونسبك أنا ابن الإسلام، مش عايز يقول حاجة تانية. طب سموه سلمان ايه؟ سلمان الخير. طب سيدنا علي اللي هو سيدنا النبي قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، مش كده؟ يقول هذا هو لقمان أمة محمد. ده سلمان ده حكيم أمة محمد، كان الصحابة بيتعلموا منه من غير هو ما ياخد المعلومات من النبي، من كتر التقوى اللي عنده. فتصور انت بقى هذا اللقاء كان عامل ازاي. انا ممكن اختم كده وضايقك، بس ده بقى سلمان بتاع الخندق يا سيدي. ايوه يا سيدي، هذا هو سلمان الفارسي الذي انكب على النبي. يا خبر ابيض، الواحد بيتصم يقرا الكلام ده. يعني لو الواحد شوف ده بقى ايه، ده مش بيدور على النبي، ده بيدعبس عليه. واحد في بعيد جدا فوق في فارس فوق، وعنده ديانة مقتنع بيها على فكرة، وغني جدا، يعني مش ناقصه أي حاجة في الدنيا، والديانة بتاعته مقتنع بيها، بس هناك شيء في قلبه، في حاجة. وبعدين راح للديانة مع الأساوسة المسيحيين، بسط منهم جدا، ولقى ناس بيقولك مفيش أخير منهم. ولذلك نعمل لك فصل. حلو حلو الفصل ده، عشان بس تعرف الدنيا. يا سلام، التقطت أنفاسك. طيب يا سيدي، إيه اللي حصل بقى؟ عمك سلمان ده في حكايات كتير جدا جدا، من ضمنها طبعا الخندق هنحكي لكم عنها. لكن الحاجة اللي تخليك تبقى مش مصدق نفسك، سلمان ده لما قعد مع الأساوسة اتبسط. صحيح واحد فيهم طلع يعني بياخد الزكاة وبتاع لنفسه وحاجات زي كده، لكن الباقيين كلهم كانوا في منتهى التقوى والإيمان والحاجة مش معقولة. فجلس بجوار النبي في يوم وقال له: يا رسول الله، ما بال القساوسة الذين التقيتهم؟ ما أحكي له كل حاجة، هيروحوا فين دول؟ فقال له: إنهم في النهر يا سلمان. فاشتد في اللغة العربية كتير، فاشتد ذلك على سليمان على سلمان، قال له: إنهم في النار يا سلمان. فاشتد ذلك على سهيل، قال: يا الناس دي كانت متدينة جدا، روح النار. يقول لك يا سيدي بقى، فنزلت الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا، خلي بالك، والذين هادوا اليهود يعني والنصارى المسيحيين، من آمن بالله والصابئين، طبعا نسيت الصابئين، والصابئين، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر، تمام، أدي الإيمان، وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا سلام. عشان كده قلت لك لما تيجي تخش في القرآن الكريم نشوف أسباب النزول، وإيه دي نزلت إمتى، ودي راحت فين، ودي جاية ليه، ودي حاجة يعني حاجة مش معقولة. فارتاح بقى سليمانك، لا 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 لا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالحا فلا مجرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم هلاء عند ربهم، لكن اللي ما يعني انت النهاردة لما تيجي تبص واحد في بلاد بعيدة بيعرف بس ان الاسلام ارهاب وبيموتوا الناس، ده اللي شايع في الغرب عننا. طب ده ما يعرفش الاسلام الحق، ما يعرفوش. يبقى اخر حاجة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هو انت بقى مين بقى؟ على فكرة انت الرسول، وانت الرسول دلوقتي. كل حاجة بنعملها هي فيها من دعوة الدين بتاعنا. يعني كل ما تبقى انت بتعمل حاجة كويسة بتبقى بتقول للناس: ده انا اصل الدين هو اللي يعني حفزني الى ذلك، يبقى هو الدين ده دين كويس. فدي كلها كده. عشان كده عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا، ارجوكم تنتبهوا لها جدا. انا ما خلصت حكاية سلمان، هكملها لكم مرة تانية ان شاء الله. طيب، هيبقى مصرة اكملها.
المهم سلمان يا سيدي خلاص أسلم وغزوة الخندق بقى. الخندق المسلمين في المدينة ما يزيدوش عن 1000 المستعدين للقتال، ومنهم يمكن في 15 و16 سنة كانوا عشان يخشوا في القتال يتعرضوا واحد واحد على الرسول يشوفهم، وكانوا العيال الصغيرين يعني الشباب يروحوا عاملين كده ويقعدوا يلعبوا بالحربة كده عشان يقولوا لنا احنا جامدين قوي وبتاع، كان يقبل منهم ناس وما يقبلش ناس، ودي كلهم العبادلة ليهم قصص جميلة في الحكاية دي. فالخندق في جاي من بقى جمعوا كل القبائل 10,000 مقاتل جايين، طب نعمل ايه؟ وشاورهم في الامر، فقعد الرسول مع الصحابة يتكلم. فأسأل سلمان قال له يا رسول الله إننا في بلادنا هناك بقى في حضارة وفي حاجات بقى العرب ما يعرفوش الكلام ده في القتال، ما يعرفوش الحاجات دي، ما يعرفوا السيف وبتاع حاجات زي كده خلاص، لما كان يجي لنا عدو قوي كده نعمل خندق. قال يعني ايه خندق؟ الصحابة يعني ايه خندق؟ قال له يعني نحفر كده حتة كبيرة جدا بحيث ان هم ما يقدروش يمشي يوصلوا لنا، اذا اضطروا ينزلوا في البتاع عشان ينزلوا ويطلعوا كده، على ما ينزلوا ونطلعوا بالنبل 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 هننزلهم بالطوب اللي فيه نار ومش هيقدروا يعدوا. فقالوا فكرة ايه ده، ما نعرفش احنا الحاجات دي. تمام، هنا في حتة صغننة كده، الخندق ده ما حدش عارف يعديه خالص الا فارس العرب جبار اسمه عمرو بن مود، حكيت لكم عنه. عدى هو 5 هم راحوا نازلين كتير كتير طالعين عايزين هلا من مبارز، طلعوا لي مبارز. وهنا كان علي بن ابي طالب، يا سلام. بيقول لك لما جه عمرو بن مود ده حصل حوار لطيف قوي، فخرج له علي قال له من؟ قال له علي. قال له ابن ابي طالب. قال له يا ابن اخي انا مش عايز اقتلك، ارجع انت بلاش انت، ان ابوك كان صاحبي. فقال له بس انا عايز اقتلك. فدار بينهم هذا الحوار، قال له نحن نسمع ما عرفش كانوا بيسموه ايه عمرو بن ود بالاسم اللي بتاعه، يا ابا فلان انك اذا عرضت عليك 3 قبلت واحده. قال نعم يا ابن اخي، ده اللي بيتعرف. قال له فانا اعرض عليك 3 فاقبل ما تشاء. قال له احفظ اسمع. قال ان تشهد انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال له اما هذه فلا رغبه لي فيها، مش عايزني. طيب قال له ان تعود الى من حيث اتيت. قال له ويقول العرب وتقول نساء العرب ان ابن ود فر، لا اقبل بهذه. قال له فلنتبارز واقتلك كده. فقال له يا ابن اخي انا اريد، لا اريد. قال له بل انا اريد ان اقتلك. وتبارز. بقول لك بقى لما دخلوا مع بعض اتبرزوا، عمرو بن ود ده نزل من الفرس كل ده موصوف، دخل على سيدنا علي فدا اللي هم بيقول لك ايه، فارس لا يشق له غبار. يعني ايه لا يشق له غبار؟ بيبقى غبار كتير جدا، معركه شديده جدا. فبيقول لك انه اللي بالك سيدنا علي لما راح يبارز عمرو بن ود، عمرو يقول لا مبارز في سيدنا محمد، سيدنا علي يقول انا لا، سيدنا محمد يقول له اقعد يا علي انه عمرو بن ود مش عايز يبعته جبار، اقعد عليه 3 مرات، اجلس يا علي انه عمرو بن ود. خرج له المهم وتقابله في المعركه دي، بيقول لك بعد 2-3 ما بقوش شايفين الناس اللي هو موجودين، شايفين غير تراب واصوات سيفين تاك 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 فتره، بيقول لك ساعه دي مش معناها ساعه بالساعه يعني وقت. ثم الله اكبر، فلما سمعت الصيحه عرف كل الناس ان علي بن ابي طالب قتل عمرو بن ود. فصاح علي بن ابي طالب الله اكبر. فلما حصل كده الفرسان بقى اللي مع عمرو بن ود رجعوا، فاللي في الخندق اللي بره الخندق كلهم خافوا، قال لك ده مفيش فايده منهم. وحصل بقى جت عاصفه وحاجات زي كده وانتهت غزوه الخندق، وده يعتبر فارسها الاساسي هو سلمان، وفارسها المغوار وفارس الاسلام المغوار دائما علي بن ابي طالب، والشيء بالشيء يذكر يعني. بس في حاجه تانية بقى فضله اخيره، طب الراجل ده كان عبد،
هيعيش مع المسلمين ازاي؟ ما يقدرش ياخدوه من بني قريظه، ما فيش. فسيدنا محمد قال للصحابه يعني انظروا الى اخيكم، شوفوا له حل. فراحوا سالوا الراجل، ممكن تفك الراجل دوت وتديه لنا؟ عايز كام؟ فقال لهم عايز 300 نخله. روحوا في الصحراء كده وزرعوا لي 300 نخله وتقف على حيلها، و40 اقيه يا اما ورق يعني فضه او زقه وذهب، ما اعرفش ايه بالظبط يعني، بس هي في الغالب ذهب. فراح سلمان سيدنا بقى طبعا سيدنا وتاج راسنا للنبي، قال له ان الرجل يطلب طلب مش ممكن، عايز 300 نخله وعايز 40 اقيه ذهب. فسيدنا النبي قال برضو اعينوا اخاكم. فراحوا جابوا، كل واحد جاب 5 فسيلات نخل، ده 10 ده 20، ما امرش النبي حد يجيب بعينه يعني. جابوا من هنا ومن هنا ومن هنا وعمل. قال له ما تحطهم، ما تيجي تحطهم في الارض ابقى اندهلي، يعني جهز الزراعه كلها واندهلي. ووضعهم النبي عليه الصلاه والسلام بيده. دي غير القصه الثانيه، دي قصه ودي قصه. انتوا مش عارفين قصه تقبير النخل؟ مش عارفينها، طب دي نبقى نحكيها بعدين. دي بقى قصه زراعه النخل. فراح النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها بيده ال 300 فسيله. فبيقول سلمان بقى بيحكي في الاحاديث، لانه طبعا حكى عن النبي احاديث كثيره، اكثر من 60 70 حديث. وضعهم بيده، قال كلهم طلعوا نخل. ال 300 فسيله طلعوا 300 نخل، طب هيعملوا ايه في الذهب؟ هيجيبوه منين؟ فبتروى الروايات ان سيدنا محمد كان في حد من صدقاته اداله حته ذهب كده يشبهوها ببيضه، يعني كانها بيضه فرخه. فاين سلمان؟ اهو. فقال له خد يا سلمان وادفع دينك. قال له طيب هتعمل ايه؟ ده انا عايز 40 واحده، 40 اقي الذهب. قال له اذهب وزن، روح بس. فبيقول لك الكتب انه حطها في الميزان كده، والراجل يحط اليهودي يا ابن بني قريظه وايه 2 3 4 5 40 واحده راحوا متساويين، واصبح سلمان حرا وبطل من ابطالنا. بس يا سيدي اللي قصه تانية بتاعت تقبير النخل، مره كانوا بيعملوا حاجه في النخل بيقبروه، انت عارف سنين النخل ليه قصه. فسيدنا النبي قال لهم بتعملوا ايه؟ فقالوا بنعمل كذا، قال لهم اعملوا كذا، فالنخل باظ. فجم قالوا له انت قلت لنا اعملوا، قال لهم لا احنا ما مالي مال الزراعه، انتم ادرى بشؤون دنياكم. ده مثل مهم جدا، ان الناس ليها تخصصاتها، ان ما ينفعش رجل الدين يفتي في الطب والطب يفتي في الدين والمهندس يفتي في الطب والصحفي يفتي في خطه عسكريه، ما ينفعش. انتم ادرى بشؤون دنياكم، انما دول هو حطهم بايده بركه من سيدنا النبي عشان يطلعوا، عشان الراجل ده يطلع براءه يتفك اسره. دي ملامح، ملامح انا بقدم بعيد وعزيد، واقول انا مش بقدم الشخصيات، لان الشخصيات دي عايزه، عشان الواحد يقدمها عايزه وقت اطول وعايزه كلام كتير. لكن انا عايز اقول لك ان الله سبحانه وتعالى اصطفى قريش من الدنيا كلها، ومن قريش اصطفى بني هاشم، ومن بني هاشم اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ومع اصطفاء محمد اصطفى اصحابه، فاذا ذكر اصحابي فامسكوا. في عك بيحصل كتير، لانه في مشكله يمكن تتحل في يوم من الايام. من هو الصحابي؟ مين؟ هم اتفقوا على ان كل واحد شاف النبي فصحب. طبعا ده كلام ممكن يبقى عايز إعادة نظر، إنما ممكن يكون كل واحد، ودي الأدق بقى، آمن بالنبي وكان قريب من النبي، عشان كده يبقى إيه ده بس؟ لأن في ناس كفار شافوا سيدنا محمد وفضلوا كفار على فكرة، وماتوا وهم كفار وشافوا سيدنا محمد وقعدوا معاه واتكلموا معاه وكل حاجة. فدي مسألة كبيرة جدا. لكن الصحابة الأجلاء دول، أنا مش بقول مصطفين، مفيش اصطفاء لدول خالص، لكن إن هما كانوا مجموعة، يعني لما تيجي تقرا فيهم كده تكتشف قد إيه الناس دي. ولذلك الكفار نفسهم في المعارك أبو سفيان قال أنا مش عارف إيه ده،
في ناس اسلمت بس للسبب ده. ايه هو؟ ان هم ازاي بيحبوا الراجل ده كده؟ احنا ما شفناش صحاب بيحبوا صاحبهم كده ابدا. العرب ما شفناش حد بالشكل ده ابدا. يعني ما شفناش انسان ممكن يتحب الحب ده. فعشان كده اسلموا، اقتنعوا بيه. لك ايه الراجل ده ان الناس بتحبوا الحب ده؟ ايه ده؟ ايه ده ان الناس بتنكب عليه كده وبتنكب على وضوءه وحاجات زي كده؟ فانا بس عايزكم بحكي لكم عشان تاخدوا بالكم انه في كلام ممكن يتقال هنا وهنا وهنا. تلك امة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم. يعني عشان خاطر بيتقال كلام كتير كتير كتير. انت ممكن تقرا حاجات في التاريخ ما تعجبكش، مش مهم، بس ما تدخلش لسانك فيها عشان تعمل نفسك. ايه رايك في حكايه عمك سلمان؟ حلو. لسه بقى انتوا طلعوا من النت وشوفوا، هحكي لكم عن الست ام كلثوم الممتحنه ان شاء الله.